تضحك ليه؟ أنا مش بضحك يا عمر. إيه؟ أحزان، أحزان بس. أحزان؟ أيوة يا عمر، يا تحزنوا يا ننرفزوا. خزان أحزان إن شاء الله. أهلاً. إزيك يا حبيبي؟ كيف حبيبي؟ كيف الصحة؟ الحمد لله حبيبي. أهلاً. كيف حالكم؟ مشكور. كيف الصحة؟ تفضل. عامل إيه يا حبيبي؟ عامل إيه أنت؟ أخبارك إيه؟ كيف الأخبار؟ منور الدنيا والله. الحمد لله. والله مشرف الدنيا. ربي يخليك. حبيب قلبي، تفضل. شو الأخبار؟ الحمد لله والله. يا أهلاً يا أهلاً، نورتنا. يا بسم الله. بسم الله. تفضل تفضل. حبيب قلبي. كيف الصحة عزيزي؟ يا الوالدين. كيف الأمور؟ والله الظروف النهاردة كان نفسي تبقى الظروف أحسن من كده، بس عندنا حالة وفاة يعني. وش وفاء؟ تعش وفاء؟ وفاء إيه؟ أنا بالسعادة يا أخي. وفاء إيه؟ ابن عمتي توفى الله. الله يرحمها. جنات يعني. لا ابنها. ابنها؟ صغير. صغير. توفى. اتهنى من الدنيا. وانت اخبارك ايه يا حبيب قلبي؟ انتم اخباركم ايه؟ الحمد لله منور الدنيا. معلش يعني ظروف كده يعني. انت الموت ما يعني بيضايقكش؟ الظروف عارف احنا كيف بقول الموت حاره. الموت حاره. الموت فيها حراره يعني حراره. يعني احنا بالجزائر نقول الموت موت حاره. يعني في هذاك الضغط فيها يعني بالنسبه لي يعني الواحد ميت يعني الله يرحمه. فاهمني؟ يعني لو رحت تعزي يعني ممكن تضحك في العزاء؟ لا يعني تضحك من قلبك من الداخل. يعني تلعب ايبوكريت. يعني انت ما بتخافش من الموت ومن سيره الموت؟ ايش خوف من الموت؟ كلنا ماشيين. والله العظيم يجي نهار ونمشي. شوف انا احنا نقولوا الموت يعني والميت يضحك. الميت يضحك. الميت بيضحك. خليني نضحك وانا حي. خالد يا حبيبي، مريت باحزان شديده في حياتك. انا عارف انك فقدت يعني اعز ما ليك، والدك الله يرحمه ووالدتك. مريت اكثر من الاحزان. الاحزان يا 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 اخي، الحزن يعني بالنسبه لي الميت، يعني الميت مسكين مضى حياته، شاف الدنيا يعني، وكي يمشي هو يشوف، وكي يشوفك مبسوط ويمشي مرتاح. يعني مش لما يعني بالنسبه لي كل واحد عنده يعني ضميره، نظريه في مشاكل الدنيا. انا بالنسبه لي يعني الميت كي يشوفك يعني فيها حزن، يعني احنا نقولوا فيها هذيك دمعه او اثنين. كي يشوف الميت، كي يشوف واحد حزين يبكي 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 يبكي، يطيح عليه الضغط. مانيش نقول لك ما فيش حزن، مانيش نضحك على الموت، لا ابدا. لا طبعا طبعا. لا لا. الموت واحد يقول الرحمه احسن. طبعا. تقول الرحمه ان شاء الله. ربي يرحمه. ربنا يرحمه طبعا. ربنا يرحمه. ربنا يرحمه. والميت كي يشوف اوكي حزين حزين. صح. بعدين كي يشوفك يعني يحس عنده ذاك الاحساس، انت يعني مبسوط، عندك بعض الاحيان تتفكر الايامات اللي فوتهم معه، ايامات الضحك، ايامات السخط. تفرق بتفتكر الضحك للناس اللي ميتين؟ اي والله. تعطي له يعني بالنسبه لي راحه. تعطي له الراحه، يعني تعطي له راحه، تعطي له الان باش على المسيره بتاعته تبقى كويسه. طيب يعني ده يمكن يبقى يفكر، يبقى يجاوب على هذا على اللي بيساله. اللي بيساله ده لانك مريت بالام كتير. ماشي، بس انا عايز اساله بس، يمكن يكون ده للناس اللي ميتين اللي بعيد عنه، انما الناس القريبين مرتاح. الناس القريبين منك يعني مثلا اخوك مات الله يرحمه ويحسن اليه. الله يرحمه. وهو وانت عندك 19 سنه صح؟ الله يرحمه. وابوك الله يرحمه توفى، وامك توفت الله يرحمها الله يحسن اليها. انت ما بتفتكرهمش؟ ما بتعيطش لحد ما بتزعلش؟ بعض الاحيان نعيط بوحدي. ما نقولش ما فيش عياط، نعيط بوحدي. يعني وكي يكون عندي نتفكر الوالده او نتفكر الوالد، يعني الوالد مره يعني كان مريض مريض مريض، عارفين باللي حاب يمشي. جوزتي عزمته يجي لفرنسا.
قالت لي بالك انتوا في الجزائر يعني الطب ما مش موده مش حلو، لازم يبقى احسن. احسن شوفه في اوروبا. عملت عملت شفناه في اوروبا. هو شوف هي عيط بالمرض حبيبي. واحد المرض شو كان عادي ابوي مسكين مفتوح كانوا عنده طبيب. الحمد لله. شاف جوزتي شاف ولادي قاعد يشوف ويسلم ويحنا. قال لي يا ابني الان انا فرحان. واحد المره كان عندي حفل باش نمشي نعمل هو يعيط. قلت له لا نجلس معاك ولا حرمتي نروح الحفل نعطوه ياكل. عارف اللي زعل علينا الاثنين. قال لا لازم تمشوا. واحد تكلم مع جوزتي قال تمشي مع راجلك امشوا تخدموا واحد رجعوا. والله والله العظيم وهو قاعد وتعبان يعني كنت وانا اعطاني انا كليت من كنت صغير طبعا. انا ما فيش فايده. صعب صعب جدا. انا صعب شفته قبل ما يمشي للبلد. واحد مثل الطبيب قال لي لازم يمشي ما دام يتمشى لازم يمشي للبلد.